ولا يزال التحكيم الأفريقي النقطة السوداء في القارة الأفريقية زي ما حضراتكم شفتوا. هزيمة النادي الأهلي بهدف مقابل شيء من النجم الساحلي بفعل فاعل بفعل حكم المباراة الحكم البتسواني، وعلى رأي أسامة حسني الحقيقة يعني هي بتسوانا فشكورة عشان يعني يبقى هل من الممكن أن تكون بتسوانا مثلا؟ عايزين نشوف ترتيبها كام في رانكينج بتاع المحترفين اللاعبين او الدول المحترفه، وبالتالي حكم لا يستحق الحقيقه الا احنا نتكلم ونقول ان هو بالفعل حكم أسوأ ما في هذه المباراه. ولكن على الرغم من كل اللي انا بقوله لحضراتكم ده، عايز اقول لكم الاحصائيات، احصائيات مباراه النادي الاهلي ونادي النجم الساحلي. فريق مطرود منه لاعب في اول 10 دقائق او في الدقيقه 13 من عمر المباراه، و نسبة الاستحواذ بالنسبة لنا بالنسبة للنادي الأهلي 62%، ونسبة الاستحواذ بالنسبة للنجم الساحلي 38%. وبالتالي هو ده أو الاستحواذ أو الإحصائيات اللي أنا بقولها لحضراتكم دي هي شكل المباراة، وهي اللي بتدل على أن الحكم كان له الدور الأكبر، الدور الأكبر في هزيمة النادي الأهلي النهاردة الحقيقة. لأنه الراجل بدأ المباراة، أو هتكلم بقى مع ضيوفنا الكبار الكابتن محمد حشيش، الكابتن عادل عبد الرحمن، الكابتن أسامة حسني.